حتى يتبين لهم انه الحق. احببت ايها الاحبه ان ابدا معكم هذا اللقاء بسر الرقم عشره. نحن الان في هذه الايام العشر. لماذا هذا الرقم عشره؟ هل هناك اسرار، هل هناك عجائب في القران الكريم لها علاقه بهذه الايام وبالرقم عشره تحديدا؟ نحن نعلم ان الله تبارك وتعالى يضاعف الاجر عشر مرات قال عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها في اخر هذه الايام العشر هناك يوم من اهم الايام هو يوم النحر عندما ينحر المسلمون الاضاحي تقربا الى الله سبحانه وتعالى كلمة النحر أيها الأحبه ذكرت في القرآن هذه الكلمه مره واحده في قوله تعالى فصل لربك وانحر، وطبعا يعني هناك شيء مذهل جدا في هذه السوره سوره الكوثر، المره الوحيده التي ذكر فيها الأمر بالنحر للنبي عليه الصلاه والسلام مره واحده فقط في هذه الآيه في سوره الكوثر يعني لو تاملنا سوره الكوثر التي ذكر فيها النحر نجد انها تتالف من عشر كلمات بالضبط يعني سبحان الله تاملوا معي الله عز وجل عندما انزل القران اراد ان ينزل امرا على حبيبنا عليه الصلاه والسلام هو انحر اين وضع هذا الامر؟ من الممكن ان يوضع في سوره البقره في سورة آل عمران في أي سورة أخرى ولكن الله سبحانه وتعالى اختار سورة ذات عشر كلمات بالضبط لأن النحر يكون في اليوم العاشر تأملوا معي أيها الأحبة إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عشر كلمات سبحان الله هذه ليست مصادفة أيها الأحبة ان نجد سوره في القران من عشر كلمات وسبحان الله هي اقصر سوره في القران. المفاجاه هنا ان نصف هذه الكلمات لم تذكر في اي سوره اخرى. هي خاصه بهذه السوره. يعني لو اعدنا قراءه الايه كلمه اعطيناك لم تذكر الا في سوره الكوثر. وكلمه الكوثر لم تذكر الا في سوره الكوثر سبحان الله انظروا كلمه انحر لم تذكر الا في سوره الكوثر في القران مره واحده فقط وكلمه شانئك لم تذكر الا مره واحده ايضا وكلمه الابتر لم تذكر الا في هذه السوره سبحان الله نصف كلمات السوره خاصه بها يعني كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول لك ايها الانسان إن هذا القرآن ليس عبثا ليس كلاما عشوائيا كما يدعي أولئك الملحدين الملحدون إنما هو كلام منزل وكأنك أمام برنامج إلهي سبحان الله الشيء العجيب أيها الأحبة أن الآية, الآية فصل لربك وانحر يعني الحقيقة عجيبة جدا هذه الآية تتألف أيضا من عشرة أحرف سبحان الله يعني شيء عجيب والآية الأولى أيها الأحبة إن أعطيناك الكوثر تتضمن عشرة حروف هجائية أيضا يظهر الرقم عشرة إذا أصبح لدينا الأمر بالنحر الذي جاء في آية الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَ فيها عشرة أحرف هجائية. عدوا معي حروف فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَ الفاء الصاد اللام الراء الباء الكاف الواو الألف النون الحاء عشرة أحرف يعني سبحان الله الله ينزل ينزل أمراً بالنحر يجب تنفيذه في اليوم العاشر له علاقة بالرقم عشرة. ويضع هذا الامر في سوره تتالف من عشر كلمات بالضبط هي سوره الكوثر وهي اقصر سوره في القران. و والايه التي وردت فيها كلمه النحر يعني انحر ركبها الله بالضبط من عشره احرف ابجديه او الف بائيه. الفاء الصاد اللام الراء الباء الكاف الواو الالف النون الحاء. يعني والله ان الانسان لا يعجب يعني كيف كيف هذا التركيب في القرآن الكريم كيف جاء ثم إن 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 جميع آيات السورة تنتهي بحرف الراء يعني لو تأملنا إن أعطيناك الكوثر بالراء تنتهي بالراء فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الآيات الثلاثة تنتهي بالراء وسبحان الله على مستوى القرآن الكريم عندما نبحث عن السور التي ختمت بحرف الراء نجد عشره سور اخرها سوره الكوثر سبحان الله يعني تاملوا معي ايها الاحبه سوره المائده تنتهي بحرف الراء سوره الحج سوره لقمان الشورى القمر الممتحنه القدر القدر تنتهي بحرف الراء سلام هي حتى مطلع الفجر تنتهي بالراء العاديات سوره العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تنتهي بالراء واخرها سوره الكوثر المجموع كم؟ عشره يعني سر عجيب الله سبحانه وتعالى وكان كانك تجد نفسك امام كتاب مبرمج يعني كتاب فيه برمجة إلهية ليس كتاب عادي أيها الأحبة. حتى أنني عندما كنت أتأمل هذه السورة العجيبة التي عندما نقرأها أو نقرأ أي سورة باستثناء سورة التوبة فإننا نقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة أيضا ركبها الله من عشرة أحرف أبجدية بالضبط هي الباء السين الميم الالف اللام الهاء الراء الحاء النون الياء هذه هي حروف البسمله مع عدا المكرر طبعا هذه الحروف الالف بائيه او الهجائيه الموجوده في البسمله ايضا هي عشره سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق